الإقبال ديال هذا العام إقبال باقي ضعيف، راجع لأن الناس في عطال، الناس خارجين مع الكبير من عطلة مدرسية. إن شاء الله يكون، إن شاء الله بإذن الله يبدأ السيمة الأسبوع الجاي. كنتظروا أن الناس تأخذ الورق من المؤسسات ويجيوا يقسموا الكتب. بالنسبة للأسعار، الأسعار محددة بالنسبة للكتب المدرسية ديال الدولة. بالنسبة للخاص كاين واحد التزايد ديال 5-10-20 درهم بحال هكا. هاد الناس كتشكي في هذا الأمر. الكتب ديال المؤسسات ديال الدولة موجودين، بالنسبة للخاص راه كاين خصاص وهذه ديما مولفين على هذه الأمور. حنايا الخصاص نقدر نقول لك راجع للمدارس والديور النصر. المدارس أنها كتطبق واحد المقرر اللي ما كتشوفش واش موجود أو لا، هذيك تحمل المسؤولية ديالو حتى مؤسسة. دار النشر كتشوف واش الكتاب ديالها مقبول، راه كتطبعو يعني بالفرحة على أن دير الكتاب ديالي يكون موجود. بالنسبة للكتب اللي فيها الخصاص هي بحال ديما كيكون فيها. بالنسبة للكتب اللي فيهم طبعة جديدة ديال 2025 هذا كيكون فيها مشكل. بالنسبة للكتب ديال الميسيون هذه كيكون فيها هي كيكون قليلة جدا. اما الكتب العاديه اللي فيها الشريحه العامه ديال المجتمع ديما موجودين الحمد لله. كاين كتاب او جوج ما كيضرش، مع الوقت كيجي يعني قبل شهر 9 كيكون الكتب كلها موجوده. الاباء الله يكون في العون ديالهم، الله يكون في العون ديالهم، الله يكون في العون ديالهم. خارجين من عيد كبير، عيد كبير غالي، زاد العطله، زاد غيقتنيوا الكتب وخاصهم يتقيدوا في المدرسه وزيد عليها الملابس السهية. الله يكون في عونهم، الله يفك الضيقة ديال كل مؤمن.